بكلمكم على الاساطير، الاساطير اللي بتسلم اساطير. واحد بقى من الاساطير اللي في الجيل الحالي، عاده يتقال كلمه اسطوره على لاعب معتزل يتقال ده عمل وعمل وعمل وعمل، بس انت بتتكلم وهو رجله في الملعب هو اسطوره، هو عمل كل حاجه، هو عمل كل حاجه ولسه مستنيين منه حاجات طبعا طول الوقت، ونفسنا طول الوقت يبقى موجود رجله في الملعب، ربنا يديله طول العمر في الملاعب. اسم كبير واسم تاريخي جدا في كرة اليد المصرية، كابتن الكبير كابتن كريم هنداوي. يا كابتن كريم مشرف ومنور ومليون مبروك كالعادة اللي بقولها لك دايما مع كل إنجاز. ربنا يبارك في حضرتك وشكرا جدا، وكلام كبير الواحد يعني شكرا جدا جدا يعني. ده اقل من حقك بس عشان انت راجل مهذب يعني. ده اكتر بكتير. لا والله ده اكتر بكتير. مليون مبروك يا كابتن كريم، النهارده انجاز عظيم جدا يتضاف لانجازات عظيمه جدا لمنتخب مصر لكره اليد. الحمد لله، مبروك لينا كلنا ومبروك لمصر، وحاجه جميله الحمد لله، بطوله الحمد لله يعني في دولاب المنتخب، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق كتير يعني ان شاء الله المنتخب. الأول تحيات الكابتن الكبير كابتن محمود حسين ضيفي في الاستوديو. كابتن محمود، كابتن كريم محمود. مبروك يا حبيبي. رب. الله يبارك في حضرتك كابتن محمود، ربنا يخلي حضرتك. الله يبارك في حضرتك، مبروك لينا كلنا يا رب. وان شاء الله اداء مميز في كاس العالم باذن الله، فرقه محترمه وكلكم لعيبه محترمين، وان شاء الله دايما نشوفكم في المراكز الاولى كده في بطولات العالم يا كريم ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك كابتن محمود، شكرا جدا جدا، وان شاء الله يعني النجاح لمصر كلها ولكره اليد ان شاء الله. طيب كابتن كريم، انا عايز اسالك بقى السؤال اللي بتساله كل الجماهير المصريه، احنا كل مباراه لمنتخب مصر كره اليد في كاس الامم الافريقيه احنا حاسينها مباراه سهله، هنكسب احنا بنسال، هنسال هنكسب فرق كام؟ انتوا كان شعوركم ايه بقى وانتوا بتشتغلوا وانتوا بتتدربوا؟ كان عندكم نفس الاحساس بتاعنا ده؟ لا، ما احنا لو عندنا نفس الاحساس مش هنكسب. صح يعني احنا الحمد لله مركزين، ويعني عارفين الحمد لله يعني اهميه البطوله، وخاصه كمان بعد ان احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا كنا رايحين بطوله البحر المتوسط، ان احنا الاعداد لبطوله افريقيا، وكنا عايزين نحقق البطوله، لكن ما حصلش نصيب، كنا بنلعب فريق يعني محترم، وده ده الطبيعي يعني. انت لو ما اديتش 100% في اي بطوله او في اي ماتش لا قدر الله انت هتخسر يعني، لان احنا برضو احنا منتخب مصر مش منتخب الدنمارك هنلعب كده وخلاص. فطبيعي ان انت لازم تحضر كويس، وده اللي احنا الحمد لله عملناه في البطوله بتاعت افريقيا. كل الماتشات حضرنا كويس، اعتقد كل الماتشات لعبنا يعني من اول ماتش لعبنا اكثر من 100%. فالحمد لله على النتيجه، والحمد لله على الاداء، والحمد لله على الروح اللي ما بيننا، والنتيجه في الاخر الحمد لله لمصر يعني الحمد لله. في ميزه في حراس مرمى منتخبنا الوطني كلهم ما شاء الله موهوبين، يعني انت معاك دلوقتي عبد الرحمن حميد طالع ومحمد علي وطبعا طيار، كلكم ما شاء الله كلكم نجوم، يعني احنا مش بنتكلم في حارس بس كبير هو كريم هنداوي، لا ومعاك كمان ما شاء الله كلهم ناس هايله. الحمد لله الحمد لله، احنا كلنا الحمد لله بنكمل بعض، كلنا يعني مع بعض على طول، وبنتمرن كلنا جامد في الاخر في مصلحه المنتخب، وفي الاخر يعني النتيجه النهائيه المكسب دي هي اهم حاجه، احنا كلنا بنسعى نتفق عليها في الاخر يعني. صحيح. عارف من الحاجات المهمه جدا يا كابتن كريم ان انتوا دايما بترفعوا توقعاتنا، عشان كده خلصت البطوله النهارده وبنسال على كاس العالم على طول، هنعمل ايه في كاس العالم على طول يعني مش بنلحق. ايوه طبيعي طبعا طبيعي، هو اولا ده يعني ده مسؤوليه كبيره علينا، لكن في نفس الوقت كلنا ككوره يد يعني احنا عندنا وعي شويه ان احنا زي ما بقول لحضرتك يعني في كاس العالم الموضوع ما بيبقاش لا انت لازم تكسب، لا يعني لا، هو احنا منتخب كويس لما بنلعب كويس وبنكون موفقين ومركزين 100%. صحيح. فده يعني ده برضه لازم الناس تبقى عارفه كده. هايل. عشان خاطر ما يتحطش علينا اللود يعني مش هو ده اللي المفروض يتحط علينا، احنا المفروض احنا اللود يتحط ان هو انت تبقى مركز في اللعب والناس كلها معاك سبورت ليك، لكن مش لا قدر الله اي نتيجه او اي حاجه مثلا لا قدر الله يقول لك المنتخب ده مش هو اللي احنا كنا شايفينه قبل كده. احنا بنحاول نهدي اللي علينا وبنحاول مركزين. كاس العالم الجاي عندنا هيبقى صعب جدا، كل فرقه بقت عامله حسابك. صحيح. فهيبقى اصعب من الاول، وعامه انت تحقق حاجه بتبقى صعبه، لكن انت تحافظ عليها دي بتبقى اصعب بكتير يعني. 100% 100%. لا احنا عايزين اكتر كمان من البطوله اللي فاتت يعني، لا ان شاء الله احنا طموحاتنا بقت اكتر من كده. عارف يا كابتن كريم، انت بتتكلم على اللود اللي ممكن الجماهير تعمله عليكم، عشان هم واثقين فيكم وعارفين ان انتوا رجاله، وعارفين ان انتوا ما بتفكروش زينا. احنا زي ما قلت لك احنا بنفكر ان المباراه سهله، بس انا عارف ان انتوا بتنزلوا من عينيكم من تعبيراتكم، لا في رجوله كبيره جدا في كل اللاعبين بصراحه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فضل ونعم الحمد لله ان شاء الله. مليون
مليون مبروك يا كابتن كريم، ودايما موفق ودايما اسم عالي وعظيم واسطوره في كره اليد المصريه. بشكرك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا جزيلا كابتن كبير، كابتن كريم هنداوي حارس مرمى منتخبنا الوطني لكره اليد.